السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من بدنا تي في. المفروض ان نشرح النهاردة الترجنومتريك جرافز، او ازاي ان احنا نرسم الجراف بتاع الترجنومتريك فانكشن، وفكرة الاود والايفن اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت. معانا في الحوار ده ابلكيشن اسمه ديسموس، عشان ويب ابلكيشن، يعني بيساعدني في ان انا ارسم جرافات واوريكم عليها كل حاجة انا عاوزها. برضو معانا الساعة بتاعت المرة اللي فاتت اللي كان عليها الزوايا والساين والكوزاين بتاعها، تمام؟ عشان لو حد ما لحقش بقى يتعود على الارقام والعلاقات وكده يبقى باصص معانا. احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا كل هدفنا المرة دي ان احنا نرسم كل فانكشن لوحدها، تمام؟ او نرسمها على جراف يعني، فهنبص عليهم واحدة واحدة. لو احنا مثلا الاول هنخلي السيتا هي الاكس اكسس، فلو جيت دوست هنا كده هو دلوقتي عمل لي زي ايه، بيقول لي ان الاكس عندي هنا رسم لي معادلات لاكس مثلا بتساوي صفر، الاكس وهي بتساوي باي على الاتنين، الاكس وهي بتساوي باي، الاكس وهي بتساوي 3 باي على الاتنين، الاكس وهي بتساوي 2 باي. برضو نفس الكلام وهو راجع الناحية التانية في الناحية السالبة، انا عملتها من سالب 2 باي ل 2 باي. حلو. بعد كده احنا عايزين نرسم الساين. الساين بتترسم ازاي؟ نبص هنا، بنبتدي من عند الصفر، حلو، وبعد كده نبص ايه اللي بيحصل. من عند الصفر الساين بتبقى صفر، وبعد كده الساين بتزيد تبقى 1 على جذر 2، تزيد اكتر تبقى 1، وبعد كده تقل تبقى 1 على جذر 2 تاني، بعد كده تقل تبقى صفر تاني، تقل اكتر تبقى سالب 1 على جذر 2، تقل خالص تبقى سالب 1، وبعد كده ترجع تزيد تاني فتبقى سالب 1 على جذر 2، كده تزيد تبقى صفر، وهكذا. فدي نفس الفكرة اهو، لو بصينا كده زي ما قلت عند الصفر ساين صفر بصفر، ساين باي اوفر 2 بواحد، ساين باي بصفر، ساين نيجاتيف باي اوفر 2 او ساين 3 باي اوفر 2 بيساوي سالب 1، ساين 2 باي بصفر، 2 باي هي الصفر اللي احنا عارفين كده، احنا كل ما بنعمل لفة الزوايا بتنطبق على بعض يعني، فما دام عملنا لفه كامله يبقى الصفر هينطبق على الاتنين باي. نفس الكلام بيحصل الناحيه التانيه بس بالعكس، وهي دي بقى فكره انها اود فانكشن. زي ما قلنا ان ساين اكس بيساوي نيجاتيف ساين اوف نيجاتيف اكس، يبقى احنا كده عندنا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ لو جينا بصينا للناحيه التانيه بالعكس اهو، صفر وبعد كده هيقل اكتر، بعد كده هيزيد تاني يعني بمقدار، وبعد كده يزيد خالص يبقى صفر، وبعد كده يزيد اكتر ويزيد بقى لاقصى زياده او اقصى ازاحه عنده، وبعد كده يقوم جاي راجع يقل تاني. هو زي ما احنا واخدين بالنا اكتر حاجه وصل لها 1 واقل حاجه بينزل لها هي السالب 1، عمال يتمرجح ما بين التو فاليوز دول، عشان كده بنقول عليها بيريودك فانكشن، او كل من صفر لغايه 2 باي بنقول عليها كومبليت سايكل. لو جيت بصيت كده ادي كده طلع، وبعد كده راح جاي نازل تاني، بعد كده تلاقي في السايكل اللي بعدها طلع، وبعد كده راح جاي نازل تاني، هنا كده هتلاقي 4 باي اهو، برضو طلع وجاي نازل تاني، تلاقي هنا 6 باي، كل مره بيزيد ايه 2 باي او بيعمل سايكل، السايكل بتساوي 2 باي. حلو. نيجي نبص للكوزاين او ماشي، الكوزاين بقى بيحصل ايه؟ بيبتدي بقى على حاجه اللي هي 1، وبعد كده يقوم جاي قلل، يبقى 1 على جذر 2 يقل، يبقى 0، وبعد كده يقل تاني يبقى سالب 1 على جذر 2، يقل خالص يبقى سالب 1، وبعد كده يقوم جاي راجع يزيد يبقى صفر، وبعد كده يفضل يقل يرجع يزيد لغايه ما يبقى 1، وبعد كده يقوم جاي يقل تاني، وهكذا يفضل ما بين الزياده والنقصان. ولكن احنا عارفين ان عند الصفر بيبتدي بواحد، وبعد كده يقوم جاي نازل هنا وجاي نازل هنا، وهو ده اللي هيحصل، عشان كده بنقول عليها even function symmetric with respect to the y axis على عكس الساين. يعني هنا احنا لو جينا طبقنا الاثنين على بعض هنلاقي الناحيه اليمين شبه الناحيه الشمال بالظبط، تمام؟ انما هنا الساين، بص الساين كده عامله ازاي، الساين لازم تجيب الناحيه الشمال تعمل لها فليب، فتبقى النقط يعني تجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وبعد كده تطبقهم على بعض، كده هي symmetric with respect to the origin. انما الكوزاين symmetric with respect to the x axis، لان كوزاين ثيتا بيساوي كوزاين اوف نيجاتيف ثيتا. حلو. وبعد كده هنخش بقى في الايه، في الدريفاتيفز بتاعتهم. احنا عندنا اول حاجه التان، نيجي نبص الاول عشان نفهم المشكله اللي هتحصل دلوقتي. حضرتك عندك ايه؟ التان بيساوي ساين على كوزاين، يبقى تان صفر بكام؟ صفر على واحد بصفر. طيب تان باي اوفر 4 بيساوي 1، طب تان
باي اوفر 2. هنا بقى بيحصل ايه؟ بيحصل ان احنا بنقسم واحد على صفر. الواحد على صفر دي مش هنعرف نفهمها دلوقتي، ولكن تخيل ان انت لو معاك مثلا واحد قسمته، يعني معاك مثلا كيكة قسمتها على 2، قسمتها على 3، قسمتها على 4، مفيش اي مشاكل عندك. طيب قسمتها على عدد لا نهائي من الاشخاص، او بلاش عدد لا نهائي، عدد مليون شخص، كل شخص هياخد حتة قد ايه؟ حتة لا تذكر، وبنقول عليها تقريبا صفر. نفس الكلام بالعكس، قسمت واحد كيكاية على عدد صفر من الاشخاص، تمام، بقى لك قد ايه؟ بقى لك عدد لا نهائي من التورته. بس لو انت باصص للتورته بمنظور الاعداد انها ملهاش نهايه، فهو ده بقى الفكره، ان انت هيحصل عندك انها هتبقى ما لا نهايه. فهتلاقي ايه اللي بيحصل؟ يجي عند الباي اوفر 2 قوم جاي طالع فوق خالص، ما تجيبش اخره، ولكن الداله غير معرفه عند الباي اوفر 2، غير معرفه عند ال 3 باي اوفر 2 بشكل بريودك، يعني عند كل باي اوفر 2، عند 3 باي اوفر 2 مش هتلاقي الفانكشن اصلا. وده اللي هيحصل بالظبط حالا اهو. بص كده، ادي عند الصفر صفر، وبعد كده بدأ يزيد 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 يزيد، طلع فوق خالص. لو فضلت تطلع هيفضل يقرب على الخط، وبنقول على الخط ده خط تقاربي رأسي مش عليك دلوقتي، هيفضل يطلع ويقرب مش هيلمسه، تمام. نفس الكلام بيحصل تحت بالعكس. الدنيا يعني مفهومه شويه. طبعا مادام اللي هي جايه من اود وايفن فانكشن، مادام الاتنين مش ايفن يبقى هي بتاخد طبيعه الاود، فدي تبقى اود فانكشن، تمام. وزي ما انت شايف الايه الدنيا منظرها عامل ازاي، بيجي عند الباي اوفر 2 ويقوم جاي طالع فوق خالص، وبعد كده يقوم جاي بعد الباي اوفر 2 يبتدي من تحت خالص، من عند السالب ما لا نهايه، او يعني هتبقى تفهم المفهوم ده بعدين في الكالكولس اكتر. وبعد كده يقوم جاي طالع لغايه الصفر، وبعد كده يقوم جاي مكمل تاني لغايه اما يروح للمال نهايه اللي هو مش هيروح لها اصلا، او مش هيوصل، وعمره ما هيوصل للخط بتاع ال 3 باي اوفر 2. نفس الكلام ولكن بالعكس، انت عندك بتبتدي بكوزين، الكوتين عباره عن كوزين على ساين، وبتبتدي بساين بيساوي صفر، فتيجي تلاقي عند الصفر الكوتان مش هتلمس. ده اللي حصل اهو، جايه من فوق بتقرب على الخط ومش هتسيبه ابدا، برضو من تحت تقرب على الخط ومش هتلمسه ابدا، وده بنسميه برضو خط تقاربي راسي، او مش متذكر الكلمه دلوقتي حالا، تمام. ولكن احنا فهمنا الفكره. نيجي نبص للحاجتين التانيين، السك والكوسك. السك عباره عن إيه؟ عبارة عن واحد على كوزين، والكوسيك واحد على ساين، حلو. فلما نيجي نبطر برضو نبص كده، اللي هو الواحد على ساين هيبتدي بواحد على صفر، فبرضو هيبتدي بما لا نهاية. فبص كده تلاقي المنظر عامل ازاي، بدأ بما لا نهاية موجبة، تمام، ويفضل ينزل 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 لغاية بص يحصل ايه، اما يجي يلمس الواحد عند الباي اوفر 2. انت هتلاقي نفسك فهمت الموضوع لو انت بصيت في الساعة تاني، ويرجع يزيد تاني، وبعد كده تلاقي الدالة كملت من تحت. يعني بص، لما من صفر لغاية باي اللي هي نص السايكل بيبقى فوق، النص التاني من السايكل اللي هو النص السفلي من السايكل، لو بصيت تحت في عندك نص علوي ونص سفلي، النص العلوي بيعمله فوق الاكس اكسس، النص ولغاية ما ايه يبقى عنده هنا واصل تحت عند الواحد، النص السفلي بيعمله من تحت اهو، من عند من بداية الباي لغاية التو باي، تمام، ولغاية ما هو ما بيوصل للسالب واحد، دي الكوسك. السك بقى ايه نظامها؟ بص برضو المنظر عامل ازاي. السك كل الموضوع ان هو برضو بيبدأ من الواحد، زي ما الكوزاين ما بتبدأ من الواحد، السك بتبدأ من الواحد، واحد على واحد بيساوي واحد، حلو، لغاية اما يجي واصل عند الحتة اللي بيبقى فيها ايه الكوزاين بيساوي صفر. الكوزاين بيساوي صفر امتى؟ عند الباي اوفر 2 وعند الثري باي اوفر 2. فتلاقي ان هو بيعمل ايه بقى، بيعمل النص الايمن من السايكل فوق، والنص الايسر من السايكل تحت اهو. بص النص الايمن اللي هو بيبقى ايه، من نيجاتيف باي لباي، من نيجاتيف باي لباي، او من باي لثري باي، تمام، هو ده النص الايمن، النص بسم الله الرحمن الرحيم، من نيجاتيف باي لباي اللي هو اهو، ادي النيجاتيف باي، معلش دقيقه واحده، من نيجاتيف باي اوفر 2 لباي اوفر 2، انا اسف،
من نيجاتيف باي اوفر 2 لباي اوفر 2 بيبتدي ان هو يعمل النص ده فوق اهو، النيجاتيف باي اوفر 2 والباي اوفر 2، النص الايمن بيعمله فوق النص الايسر بيعمله تحت. يبقى احنا كده فهمنا ايه السك. طيب برضو عايزين نشوف لو احنا عندنا جسم بيتحرك على يونت سيركل، الجسم ده هيبقى عامل ازاي. دي اليونت سيركل بتاعتنا اهي، عندنا جسم هنا تمام واقف عند النقطة دي، وعايزين نشوف حركته، نشوف الموجات اللي هو بيرسمها. فاحنا نبتدي نحركه كده، الجسم ده يعني بيتحرك اهو، مالكش دعوة بالحتت دي، الجسم هو عمال يتحرك. فين فين الجسم؟ معلش راح مني، اهو الجسم، اهو الجسم عمال يتحرك على اليونت سيركل في حركة بريودك. واحنا هنبتدي ان احنا نشوف المسقط بتاعه على الاكس اكسس. شايف ان هو عمال يتحرك على الخط ده على الاكس اكسس، يعني مكان وجوده على الـ على الـ على الاكس اكسس، سوري على الواي اكسس، موجود هنا اهو بيمثله الخط ده، وبرده بيمثله الخط ده تاني بس بره اليونت سيركل. نفس الكلام على الاكس اكسس، اهو هتلاقي فيه خط زي ما انت شايف كده. اظن الدنيا يعني ايه مفهومه واضحه، ان انت عندك في يعني زي ما يكون ايه جسم بيحاكي حركته بس في الاكس اكسس. هتلاقي هنا الدايره دي النقطه دي البلوت دي قصادها النقطه الثانيه عماله تتحرك يمين وشمال، بلوت ثانيه تتحرك فوق وتحت، ركز كده معاهم. طيب هنشوف ان هو بيرسم مثلا الساين، الساين بص عامله ازاي، عمال يرسمها اكنه الجهاز اللي هو بتاع الزلازل، عمال ان هو يرسم الساين بس ايه بره. نفس الكلام هنا تلاقيه عمال يرسم الكوزاين، العكس معلش. فيعني هي دي فكرة الحركة بتاعت جسم على اليونت سيركل. الحتة دي بقى ايه تفهمك الدنيا كده. طبعا اللينك بتاع الابليكيشن ده انا سايبهولك في الديسكريبشن تحت. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وفهمتوه واستوعبتوه كويس، عشان هنكمل عليه الحلقة اللي جاية. الحلقة دي من الحلقات المهمة جدا، متنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، عشان برضو لما نيجي ننزل الفيديو تبقى اول واحد وصلك الفيديو. سيب لنا تعليقك تحت في الكومنتس، قول لنا رأيك، هل في حاجة انت ما فهمتهاش، هل في حاجة مش عجباك، هل في حاجة عجباك، عشان احنا بنهتم جدا برأيكم. ونشوفكم مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.